إذن هذا المشروع هو داخل في إطار دور الجامعة في مواكبة الشباب لخلق المقاولات. كنعرفوا بأن يعني هذه من الأولويات من الاستراتيجيات بالنسبة لبلادنا هي تشجيع ريادة الأعمال وخلق المقاولات حتى نساهم في النمو الاقتصادي لبلادنا وفي الميدان الاجتماعي وخلق مناصب للشغل. انطلاقا يعني من هذا المبدأ الكلية يعني نظمت تكوينات وواكبت عدد بين الطلبة وجاء الوقت بأن يعني تكون مواكبة فعلية حتى نعطي للطلبة آليات يمكن أنهم يبلوروا الأفكار ديالهم إلى مشاريع حقيقية. فهذا الإطار كتدخلت الشراكة ما بين بنك أفريكا وجامعة الحسن الثاني ممثلة في كلية حقوق عين الشق اللي خلقنا هذا الحاضنة اللي بدأت التجربة ديالها باحتضان واحد العدد من حاملي المشاريع، واليوم يعني وصلنا في بعض المشاريع للتفعيل. اليوم يعني كان حفل يعني افتتاح رسمي لهذه الحاضنة باش نعطيوها واحد الدفعة قوية وتكون بشراكة مع فاعلين، بحيث اليوم كان فاعلين من الجهة، كان السيد رئيس جهة الدار البيضاء ستات، كانت أيضا نائبة رئيس الكونفدرالية المغربية لمقاولة المغرب، وأيضا رئيس جامعة الحسن الثاني، بحيث تتضافر الجهود الفاعلين الاقتصاديين والترابيين إن شاء الله باش يمكن لنا نساهموا كجامعة يعني في هذا المشروع الكبير اللي هو حتى الشباب أنهم يفكروا أكثر في خلق المشاريع أكثر ما يفكروا بأنهم يندمجوا في الوظيفة العمومية أو في يعني المؤسسات القائمة بذاتها، باش يكون عندهم أيضا يعني واحد الحق اللي يمكنهم أنهم أيضا يخلقوا مشاريع ديالهم وفي دورهم يخلقوا ثروات ويخلقوا مناصب للشغل. إذا هذه الشراكة كتتضمن الجانب التكويني، بحيث هناك تكوين كيقوموا به أساتذة اللي هم مختصين في الميدان، وأيضا كيقوموا به أطر للبنك اللي كيجيو بالتجربة ديالهم الميدانية باش حاملي المشاريع تكون عندهم إلمام شامل بجميع ما يحيط بخلق المقاولة، ومن بعد يعني كيكونوا اتصالات لمساعدة على تمويل المشاريع لا من البنك بحد ذاته ولا من يعني الجهاز البنكي والمالي بلادنا اللي اليوم كيعطي فرص كبيرة للشباب أنهم يمولوا يعني المشاريع ديالهم بكل أريحية.